السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ معاكم محمد زاهر زي إيجيبشن فيش توك، ودلوقتي هنعمل حوض فايتر بمنتهى السهولة ينطبق عليه كل مواصفات الحوض الصحيح اللي مش هيعمل مشاكل قدام إن شاء الله مع السمكة خالص، وهيبقى مزروع وشكله حلو جدا وينفع حوض مكتبي. تعالوا نبدأ في الخطوات بسرعة، يلا بينا. نبدأ أول حاجة نتعرف على الحاجات اللي إحنا هنحتاجها عشان نعمل الحوض. اول حاجه الفلتر الهانج او الفلتر المعلق، ويكون ضعيف ويطلع تيار ضعيف، وبتحط له سفنجه عشان يقدر يلم الشوائب والميه تبقى نظيفه. والحوض الزجاجي مقاسه 20 في 15 في 15، وكشاف بتاع ايكيا بيشتغل USB، ده هنشيله عشان نبتدي نشتغل. وسخان نوع من انواع السخانات اللي بتنتجها شركه دوفن، بيثبت درجة الحرارة عند رقم معين للأحواض النانو، ولكن 25 أو 26، بس أعتقد ده بيثبتها عند 25. هنحطه بالعرض لتحت عشان ما يبانش وإحنا بنشتغل، وهنشيل الفلتر عشان نبتدي نحط الديكورات. دي التربة اللي هنحطها في الأرضية، وده ورقة لوز عشان اللون اللي بيحبه الفايتر، ودي صخرة هنحطها على ورقة اللوز لأن هي بتطفو أول ما بتتحط، وخشب غاطس عشان الديكورات ويبقى شكله حلو، ومزيل كلور لو الماية جديدة، بس أنا هستخدم ماية قديمة من الأحواض عندي. وهنبتدي نحط التربة. في أي حوض سمك عموما لما تيجي تحط التربة بتعمل حاجة اسمها منحدر، يعني الارتفاع اللي ورا بيبقى أعلى من الارتفاع اللي قدام عشان يدي بعد للحوض ويبقى شكله حلو، ويبقى كاشف الحوض بشكل كبير، تحس ان فيه عمق جوه. يعني نحط ورقة اللوز ونحط عليها الصخرة، هي اللي بتدي اللون البني شوية للمية، والفايتر بيفضل الكلام ده جدا، واللون البني ده بيبقى مضاد للفطريات. كمان هنحط خشبة كده غطسة ليها جدور بحيث ان هي تدينا شكل طبيعي شوية، وابتدينا نملى المية. طبعا الخشبة هتطفو، الحاجات دي لسه جديدة، وجبنا زرع طبيعي، زرع مائي طبعا، ده نبات الألوديا أو أي زرع ما بيحتاجش اهتمام كبير بنقدر نستخدمه. نحط الكشاف كده عشان الشكل يبتدي يبان، ما شاء الله شكله حلو بس لسه المية مغيمة، فهنبتدي نضيف الفلتر ونحط النباتات برضو، نظبط الدنيا ونبتدي ان احنا نشغل الفلتر بحيث ان هو ينقي المياه. بص ده كان اختصار مثلا ساعة، المياه بقت احسن كتير، كل مدى ما بتبقى احسن، وابتدينا نضيف السمكة الجميلة بتاعتنا. دي سمكة فايتر طفرة اسمها نيمو لان هي واخدة اللون الاورنج بتاعها، سبحان الله شكلها حلو والحوض شكله طبيعي جدا وهادي. انا ضفت كمان صخرة عشان تتقل الخشب عشان ما يطفوش. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الحوض مناسب جدا، موجود فيه سخان، موجود فيه فلتر، مقاساته 20 في 15 في 15، مناسب قوي لمكتب لحد لسه بادئ خالص مش عايز تكاليف عالية، وشكله جميل وشيك قوي، مفيش طبعا صوت مطور ومفيش الكلام ده خالص، والبيئة مناسبة جدا 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 للسمكة. ممكن نزود زرع شوية في الخلفية بحيث ان احنا نداري الفلتر كمان، وما شاء الله السمكة بتبص علينا هي وهي مبسوطة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، سلام.